أهلا بكم. ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الرومي الأرثوذكس بعمان خدمة سهرانية عيد الرسل القديسين في مرج الحمام بمعاونة عدد من الآباء الكهنة وجموع المؤمنين. التفاصيل في سياق هذا التقرير. اختتمت في فجر يوم الجمعة 12 من الشهر الجاري خدمة سهرانية عيد الرسل القديسين في كنيسة القديسين قسطنطين وهيلانا الملكة للروم الأرثوذكس في منطقة مرج الحمام بالعاصمة عمان. ترأس الخدمة سيادة المطران خريستوفوروس بمعاونة قدس الأرشمندريت فينيديكتوس كيال وقدس الأرشمندريت أثناسيوس خاقيش وراعي الكنيسة قدس الأيكونوموس إليكسيوس خاقيش وقدس الأيكونوموس ثيودوروس حداد والأيكونوموس جيراسوموس طاشمان والأيكونوموس أرسانيوس المخامرة بمشاركة جوقة الرعية بحضور جموع المؤمنين. شملت السهرانية كل الصلوات والابتهالات الفرضية تليت بصلاة عميقة دون انقطاع كتضرع لله وطلب شفاعة قديسيه، وانتهت السهرانية بقداس إلهي الذي هو جوهر كل الحياة المسيحية. ثم تلاه كلمة لسيادة المطران خريستوفوروس هنأ خلالها الأبناء الحاضرين الذين شاركوا في الصلاة متمنيا لهم دوام الصحة والعافية بشفاعة أبائنا الرسل القديسين الأطهار. نحن محتاجين أبنائي في هاي الظروف الصعبة إنه نصلي ونكون عنا موقف روحي أمام كل هاي الضيقات اللي بمر العالم فيها. الصلاة مهمة وهي بتساعدنا حتى نتخطى كل محن وأمراض وتجارب هاي الحياة، فعشان هيك اسهروا وصلوا لكي لا تقعوا في تجربة. ربنا يساعدنا، وصلاتنا في هاي الليلة هي مرفوعة من أجل كل أبنائنا الروحيين اللي بعرف عندهم بكرة أشغال وكثيرين ما كانوا بيقدروا إنهم يكونوا معنا، ولكن نحن من حبهم كلهم وصلاتنا في هاي الليلة هي من أجلهم، وهم معنا بالروح بالصلاة اللي هي دايما بتوحدنا كجسد للمسيح القائم من بين الأموات، حتى نقدر هاي القيامة نذوقها بحياتنا في نفوسنا وفي بيوتنا. وفي الختام التأم الجميع في قاعة الكنيسة لتبادل التهاني بهذه المناسبة العطرة مع سيادة المطران وجمع الآباء الأجلاء. جميع قديسي الكنيسة يحبكم ويحبكم ويحبوا بيوتكم وعائلاتكم وعائلاتكم.